يعني ديال السعاد من مديونه اللي كانت قدمت لنا مشكوره جدا كويرات ديال الثلج واللي هي لذيذه بزاف وقلنا كتذوب في الفم كتكون بارده في الفم وكتذوب في الفم وكثير من المستمعات اللي هما جربوها غادي نعاودوها لانه حتى هي اقتصاديه وكتليق بالنسبه لهاد المناسبات ديال العيد. فبالنسبه للكويره ديال الثلج في المقادير كاين جوج ديال البيضات، ربعه ديال الزبده العاديه ديال العبار، جوج الاكياس ديال الفاني، باكيه ديال النشا راه فيها 170 غرام، كاس ديال السكر كلاصي، جوج كيسان ديال الزيت كنعبروا بالكاس ديال العنبه، والدقيق على حسب الخليط ما فيهاش خمارات فيها غير النشا. وغادي نحتاجوا كميه من اللوز مسلوق ومقشر ومقلي والشوكولات الابيض والكوك وكويرطات ديال الحلوه، هادو للتزيين. اذا غادي نعاود بالنسبه للكويرات ديال الثلج، قلنا غادي نحتاجوا في المقادير جوج ديال البيضات، ربعه ديال الزبده العاديه ديال العبار، جوج الاكياس ديال الفاني، جوج ساشيات ديال الفاني. غادي نحتاجو كذلك باكيه ديال النشا 170 غرام، كاس ديال السكر كلاصي نعبرو بالكاس ديال العنبه، جوج كيسان ديال الزيت كذلك نعبرو بالكاس ديال العنبه، والدقيق اللي غادي يكفر، يعني ما كاينش عبر ديال الدقيق على حسب ملي كنخلطوا المقادير ونبداو ندخلوا الدقيق حتى كيتجمع لينا هاد العجين. اذا بالنسبه للطريقه غادي ناخذو في واحد الاناء غارق ولا قصريه هكا صغيره، غادي نديرو جوج ديال البيضات مع ربعه ديال الزبده عاديه ديال العبار تكون واخده درجه الحراره ديال المطبخ، نضيفو جوج ساشيات ديال الفاني، نضيفو كاس ديال السكر كلاصي كنعبرو بالكاس ديال العنبه، نضيفو جوج كيسان ديال الزيت، وحنا كنخلطو مزيان هاد المقادير، وعلبه ديال النشا ديال 170 غرام. ملي كنخلطو هاد المقادير كامله، يعني كنخلطو مزيان دوك جوج بيضات مع ربعه الزبده ديال العبار مع جوج الاكياس ديال الفاني مع باكيه ديال النشا 170 غرام مع كاس ديال السكر كلاصي مع جوج كيسان ديال الزيت، كنبقاو نخلطو مزيان بطرف الصبعان ديالنا حتى كيتجمع مزيان هذا الخليط كله، وعاد ديك الساعه كنبداو ندخلوا الطحين تدريجيا، ما كندخلوش دقه واحده باش ما تجيناش العجينه قاصحه. تنعرفوا الحلويات كتكون العجينه ديالهم مرخوفه، ومن بعد كنبداو ندخلوا الدقيق تدريجيا، يعني ايد كنخلطوا بها وايد كنجمعوا بها الطحين، وشويه بشويه وحنا كندخلوا هذا الطحين حتى كيتجمع لينا الخليط، مجرد ما العجينه كتوقف يعني كتجمع وكتبقى رطبه مرخوفه صافي كنتوقفوا، ما كنبقاوش نضيفوا الطحين. وكناخذوا نكونوا خدينا اللوز سلقناه وقشرناه نشفناه مزيان من الماء وكنقليوه في الزيت بارده، ومن بعد ملي هاد اللوزات كيكونوا صاينين يعني كنحاولوا اننا ملي نسلقوا هاد اللوز نحاولوا من اللوز كنتكلموا على اللوز الرومي لانه تيكون حبات ديالو صاينين، وملي نسلقوهم ونبغيو نقليوهم يبقاو يعني صاينين ما نقسموهمش، وكنحتفظوا بهم في ورق النشاف حتى كينشربوا مزيان هذاك الزيت، وكتكون العجينه عندنا واجده. كناخذوا العجينه كناخذوا نشكلوا منها كويرات، وكنبداو ندخلوا لوزه مقليه في كل كويره، اما ناخذوا كميه من العجينه ونديروها في الكف ديال يدينا هكا كنبسطوها طرف ديال السبعان ديالنا، وكنديروا لوزه عاد كنلولبوها على شكل كويرات بحال كيف كنديروا في غريبه. المهم هو انه هاد اللوز كندخلوه في هذيك غريبه في هذاك الكويرات ديال الحلوه اللي درنا، وملي كنكملوا كتكون بعد الكويرات كيكونوا متوسطين، ما كنديرهمش صغار وما كنديرهمش كبار بزاف لانه مازال غيتعصم الشوكولات كيتونغوباو بهم كيبقى مازال الشكل ديالهم كيزيد يكبر. غادي نديروهم متوسطين وكنديروهم في لاطا ديال الفران، نديرو ورق يعني الكاري ديال الزبده ولا الورق سلفوريزي، وكنفرشوا هاد الحلويات متباعدين وكندخلهم الفران، ما كيحتاجوش لطيب بزاف وكيبقاو بيضين ما كيجوش محمرين، مجرد ما كطيب لينا هاد الحلوه وهي كتجي يعني ما كتحتاجش لطيب بزاف لانه فيها النشا كيهششها بزاف، ومباشره ملي كطيب كنخرجوها من الفران كنكونوا مذوبين الشوكولات الابيض وكنغطسوها فيه وكنهزوها من الشوكولات الابيض بفرشيطه وكنغطسوها ونغمسوها في كميه من الكوك، ومن بعد كنهزوها من الكوك ونخليوها يعني كنسوسو هذاك الفائض من الكوك وكنديروها في كويرطات ديال الحلوه. كيبقى الاختيار ديالكم، هي كتجي لذيذه بزاف بهاد الكويرات ديال الثلج، هاد الحلوه كتجي لذيذه بالشوكولات الابيض مغمس في الكوك، وممكن على انه كذلك باش نزيدو نقتصدوا نقسموا هاد العجينه على جوج، وكويرات نغطسوهم في الشوكولات الاسود ونديروهم في الكوك، وكويرات نديروهم في الشوكولات الابيض ونغطسوهم في الكوك بنفس الطريقه، وديك الساعه كنديروهم في كويرطات ديال الحلوه، فكيجي عندنا نوع واحد بجوج الاشكال مختلفين. ونتمنى انكم تجربوا هاد الاقتراحات وغدا